وللتعليق ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. أهلا بك أستاذ طارق. تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. أهلا بحضرتك. إذن الرئيس السيسي التقى اليوم بالرئيس السنغالي ماكي سال، ونتحدث أولا عن هذه النقطة. يعني أشاد طبعا الرئيس بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، خاصة في ظل يعني الأهمية التي تتمتع بها السنغال في غرب إفريقيا. كيف تصف هذه العلاقات وهذا التعاون وهذا التنسيق بين البلدين؟ يعني مصر دولة كبيرة رائدة، دولة تحترم نفسها في نظام سياسي ثابت وقوي، في موثوقية في ذلك النظام السياسي وفي استقرار ذلك البلد. مصر حريصة على يعني دعم الأواصر السياسية والاقتصادية مع مختلف بقاع العالم، لا تولي يعني علاقات أهمية دون أخرى، وإنما كل العلاقات لها تلك الأهمية و لها ذلك التوازن. من هنا كانت هذه العلاقات، سواء كان العلاقات المصرية الإفريقية، العلاقات المصرية الأمريكية الفرنسية مع الاتحاد الأوروبي، مع الهند، مع كافة بقاع العالم. يعني فيما يتعلق بالزيارة الأكبر وهذا المؤتمر، مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، أو قمة تمويل الاقتصادات الإفريقية، يعني كل المحاور وإن كانت يعني تبدو اقتصادية، لكنها في النهاية بتصب في يعني دعم واستقرار هذه المنطقة، سواء كان القارة الإفريقية بدولها 53، أو دعم المرحلة الانتقالية في السودان وإسقاط هذه الديون. لكن تحديدا فيما يتعلق بالعلاقات المصرية السنغالية، أتصور أنها يعني جزء لا يتجزأ من العلاقات المصرية الإفريقية الكبرى التي بدأت في العودة مرة أخرى، وعودة مصر بقوة إلى حضنها الإفريقي، ثقة في هذا البعد الإفريقي وفي أنها وأن إفريقيا يعني قادرة على أنها تكون قارة المستقبل والفرص الواعدة الجديدة على مختلف الصعد، سواء كان السياسية أو الاقتصادية. وفيما يتعلق يعني بالعلاقات الثنائية بين مصر والسنغال، يعني كان طبعا في زيارة قام بها الرئيس إلى العاصمة السنغالية دكار في إبريل من عام 2019. الحقيقة أنه يعني تهتم مصر كثيرا بالتبادل التجاري، الاستثمار، تطوير البنية التحتية، توفير الدعم الفني، بناء القدرات السنغالية. دائما ما تهتم مصر يعني بهذه المناحي عندما تكون علاقاتها مع الدول الإفريقية، تريد نقل التكنولوجيا إليها، تريد تحسين بنيتها التحتية، كل ده يمكن بيصب في صالح القارة. يعني بالفعل أستاذ شادي كما تفضلت تمام، الله ينور، يعني هذه محاور أساسية ونقاط وملامح رئيسة وكبيرة في علاقة مصر بجارتها الإفريقية أو بالدول الإفريقية. عندما يكون هناك ذلك التعاون، عندما يكون ذلك الدعم للبنى الأساسية أو التحتية، عندما يكون محاولة يعني الاستفادة من خبرات مصر وقدراتها التقنية والفنية في مختلف المجالات، عندما يكون هناك ذلك دعم لدول الدول الإفريقية ومنها السنغال التي تحتاج إلى ذلك الدعم المصري، ذلك يكون له يعني تقارب كبير، تقارب على المستوى السياسي، وأيضا يعني استفادة كبيرة فيما يتعلق بالتبادل التجاري والمصالح الاقتصادية. رؤية مصر الثاقبة الاستراتيجية الكبيرة هي يعني فكرة الوين وين سيتويشن، أو الكل رابح، قاعدة الكل رابح والكل مستفيد. وهذه علاقات مصر وفلسفة مصر الخارجية، الاستفادة والاحترام، الاحترام المتبادل ما بين الدول، المصالح الاقتصادية المتبادلة، عدم استغلال طرف دون آخر. هذه هي يعني علاقات مصر وملامح مصر بجارتها أو بالدول الإفريقية. أتصور أن فكرة يعني مصر تشهد جديدا فيما يتعلق بهذه الدبلوماسية الرئاسية، دبلوماسية القمة كما يقولون. دبلوماسية القمة الرئاسية ونشاطها وتحركها على مختلف الصعد كان له ذلك المردود فيما يتعلق ب نفوذ مصر، فيما يتعلق بعلاقات مصر الاقتصادية واستفاداتها واستثماراتها، فيما يتعلق بالتقارب السياسي ما بين مصر وغيرها من دول. هذا وفرته تلك القيادة الحكيمة، وفرته القمة الرئاسية، دبلوماسية القمة بنشاطها وتلك التداعيات وهذه الآثار وتلك الجولات، بغض النظر عن مرحلة يعني
فترات سابقة كان في هناك ثمة خمول، كان في تراخي، كان عدم يعني هذا النشاط لم يكن ملحوظا ولم يكن موجودا منذ قبل، بعكس يعني هذه المرحلة التي تشهد هذه الطفرة الكبيرة في علاقات مصر وتحركاتها الرئاسية الدبلوماسية على مختلف الصعد. طيب، تم أيضا تبادل الرؤى بشأن يعني قضية سد النهضة، أكد الرئيس طبعا على موقف مصر الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل سد النهضة. تم يعني التوافق أيضا على استمرار التنسيق في الفترة القادمة بشأن حل هذه القضية طبعا لتفادي تأثيراتها السلبية. إذا مصر أيضا تنسق مع كل الدول الإفريقية، تشرح وجهة نظرها العادلة فيما يتعلق بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة. بالفعل يعني الدولة المصرية سياساتها الثابتة، وهي دولة تحترم نفسها وتحترم مبادئ القانون الدولي وتحترم الاتفاقات الدولية والمعاهدات الدولية، وتسعى دائما في أن تكون علاقتها مع الغير علاقات ثابتة، يعني من خلال سياج يحترم التعهدات والالتزامات والحقوق فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق. يعني ما قيم يعني العلاقات لكي تنضبط حتى على المستوى للأفراد لابد من ثمة عقود واتفاقات، فما بالك بالدول؟ لابد مصر ترى أنه لابد أن يكون هناك اتفاق قانوني ملزم يعني ينظم ويضمن الحقوق والالتزامات فيما يتعلق بالدول ببعضها البعض، وخاصة في مسألة شديدة الحساسية وشديدة ليست فقط أمن قومي مصري، وإنما مسألة وجود للدولة المصرية، لابد من هذا الاتفاق القانوني الملزم والتهرب والتنصل من وصول إلى اتفاق قانوني. هذا معناه يعني سوء نية، معناه عدم احترام للالتزامات. ما قيمة أن تسعى إلى اتفاق ليس ملزما، ليس لابد الاتفاق أن يكون اتفاق ملزم للأطراف. هذا الاتفاق الملزم يضمن حقوق مصر المائية ويضمن حقوق أي دولة تراعي التزاماتها وتضمن يعني حقوقها بعيدا عن المغامرات، بعيدا عن المهاترات، في إطار يعني في إطار التفاهم المستمر والاحترام المتبادل والتواصل والحوار. طيب أستاذ طارق، يعني أخيرا نتطرق إلى اللقاء الثاني يمكن في عجالة، يعني أيضا استقبل الرئيس في مقر إقامته وزير المالية الفرنسي. طبعا يعني العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات استراتيجية بكل معنى الكلمة، شقها الاقتصادي في غاية الأهمية. استقبال الرئيس لرؤساء شركات عالمية فرنسية، والآن وزير المالية الفرنسي الذي طبعا يعني أعرب عن تقديره لكل الجهود التي بذلتها مصر في برنامجها الإصلاحي الاقتصادي. كيف ترى هذا اللقاء في ضوء تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا؟ بالفعل كما تفضلت، يعني هذه علاقات المصرية الفرنسية متنامية اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا، علاقات قوية ووثيقة تربط ما بين الدولتين، ما بين فرنسا وما بين مصر. حتى ما قبل مجيء إيمانويل ماكرون في هولندا أيضا كانت تلك الزيارات ما بين الرئيس السيسي وهولندا. إذا يعني هذه العلاقات الاستراتيجية الوثيقة على مختلف البعد، العسكرية والاقتصادية والسياسية والثقافية، بتؤكد أهمية الدور المصري وتؤكد وتظهر وتشي بثقل الدور المصري، وكيف يعني تحرص الدول فرنسا ومن هو أكبر من فرنسا على هذه العلاقات الاستراتيجية مع الدولة المصرية. لأن إذا ما أردت علاقات مع الدول العربية لابد من مصر، أردت علاقات في الشرق الأوسط لابد من مصر، علاقات مع إفريقيا لابد من مصر، علاقات واستقرار في منطقة الساحل والصحراء لابد من مصر، علاقات واستقرار في القرن الإفريقي لابد من مصر. إذن كل الطرق وكل العلاقات القوية مع كافة ما ذكرته حالا لابد من المرور من خلال الدولة المصرية والدور المصري. مصر أثبتت يعني كفاءة وقوة، هي الدولة الوحيدة التي نجت فيما ضرب الجيران والدول، فيما قوض أركان الدول. يعني ترى الدول وكأنها يعني خيام تتطاير أوتادها وتدا. مصر هي الدولة الوحيدة التي نجت من براثن يعني هذه الرياح، رياح العنف والاضطراب والتطرف وانهيار الدول. إذا الكل حريص على تلك الشراكة الاستراتيجية مع الدولة المصرية ضمانة لاستقرار المنطقة، لأن مصر
دولة يعني في موثوق في نظامها السياسي وفي شعبها وفي التزاماتها، تتمتع بالتزام، تعمل على حفظ السلم والأمن الدوليين، تعمل على التواصل المستمر والحوار والتفاهم والمصالح المشتركة دائما، وسياسات يعني السياسات المسؤولة بعيدا عن المهاترات والسياسات الرعناء غير المسؤولة غير المراعية لشعبها وأمن منطقتها. لذلك كانت تلك الإشادات من وزير خارجية يعني من وزير المالية الفرنسي ومن كل المؤسسات التمويلية على نجاح الدور المصري ونجاح الاقتصاد المصري رغم ما مرت به مصر من تجارب يعني شديدة الوطأة والقسوة من محاربتها للإرهاب، من يعني مخططات خارجية، من كوفيد 19. يعني مصر نجت وأثبت اقتصادها يعني كفاءة فيما يتعلق بكل تلك الظروف غير المواتية، بعيدا يعني عن كل هذه الرياح التي هبت وضربت بأطنابها العالم كله. لذلك كانت تلك الإشادة من كافة المؤسسات والجهات الخارجية بكفاءة الدور المصري يعني سياسيا واقتصاديا. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الأستاذ طارق الباديسي خبير العلاقات الدولية.